السلام عليكم احبائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم خفيف وظريف خاص بهذه الشوكولاته، كيفاش نعدلوا هذا اللحاء ديال الشجر بالشوكولاته. الطريقه جد 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 بسيطه، ان شاء الله غادي تعجبكم وسهله. ما نقولكمش غتنجح ولا ما تنجحش لان هي ناجحه، ما فيها حتى حاجه صعيبه. انا كنت عدلت بها الطرطه هذه كوموند ديال راس السنه. غادي ننزل لكم فيديو ديالها قريبا ان شاء الله، فاشتركوا باش من ينزل الفيديو تشوفوه. الطريقه ديالها سهله ومزيونه ومراحل رائعه، ان شاء الله حتى هي غادي تعجبكم. قبل ما ندوزو للفيديو اللي قلت لكم ساهل وبسيط، كندعو اي وحده اول مره كتشوف قناه أمزينة ضغط على زر الاشتراك، كذلك فعل الجرس وضغط على الكل باش توصل بالفيديوهات بمجرد ما كننزلها في القناه. وشكرا للجميع على الدعم ديالكم. اول حاجه غنجيب هنا ورق الزبده، ها هي قطعه اللي غادي نعدل عليها. عندي هنا يعادل 150 حتى 200 غرام، كيبقى دائما على حسب الطرطه قداش عندكم. ذوبت ديال الشوكولاته طبعا ذوبتها، وغادي نجيبها فوق هذاك ورق الطهي وغادي نوزع انا الشوكولاته. هنايا بقى لي منزل شويه برد شويه، ولكن نتوما ذوبوه وكبوه مباشره. غادي نوزعوه في هذا ورق الزبده بهذا الشكل هذا، بهذا بسباتول بهذه الطريقه. ما تكونش رقيقه بزاف البنات باش ما تفتت لكمش بزاف، وكذلك ما تكونش غليطه، يعني جهد ما الورق كيجي مغطي. صافي غادي نوزعها بلا سباتول بهذه الطريقه. هذه طريقه سهله البنات. كاينه فيديو اخر في القناه البنات خاص بطريقه اخرى عاوتاني بشكل اخر، سهله حتى هي. الا بغيتوا تدخلوا تشوفوها غادي نخلي لكم الرابط هذيك الفيديو في صندوق الوصف، فيه طريقه ثانيه حتى هي سهله وبسيطه، واللي عجبتكم اعملوها. صافي هنا بعد ما وزعته بالتساوي بهذا الشكل هذا، غنجيب ورقه اخرى ديال الزبده وغنزلها فوق منها بهذا الشكل هذا، وغادي نضغط عليها نخرج هذاك الهواء بهذه الطريقه هذه. هل قلت لكم سهله بزاف والنتيجه ديالها رائعه، النتيجه ديالها مزيونه، طرطه بروفيسيونيل. غادي نجي هنايا الطرف على هذا الشكل هذا وغادي نلويوها. ها هي الدوره، ما تعملوش الدوره كبيره، الدوره غير صغيره. ها هي انا عاودت هنايا، ها جاتني الدوره كبيره، فغادي نعاودها بهذا الشكل هذا. غادي نلويوها وندخلوها للثلاجه غير كتبرد، عاد كنخرجوها بهذا الشكل هذا. غنعملها في شي طبق وغادي ندخلها للثلاجه غير يتماسك لنا هذاك الشوكولات، ونخرجوها صافي ونخدموا بها ديريكت البنات. ندوزو للتزيين. هنا جزء من الفيديو اللي كنت خدمته ديال الطرطه، ها هي ملي كتجيبوها غير كتجبدوها ما كتضغطوش فوق الشوكولات، يعني غير من هذا الجانب ومن هذا الجانب، وكتفسخوا الورق ديالكم وكتحصلوا على هذه الاشكال هذه الرائعه اللي تقدروا تزينوا بها الطرطه ديالكم اللي هما على شكل شجرة او جذع الشجره. هنايا بحال قلت لكم انا زينت بها طرطه بهذا الشكل هذا. الفيديو ديال الطرطه هذه ان شاء الله غادي ننزلو معكم قريبا، فبحال قلت لكم اشتركوا في القناه باش تشوفوا معايا هذا الفيديو، ان شاء الله رائع وممتع وغادي يعجبكم. البنات الفيديو ديال اليوم هو هذا. انتظروني دائما في وصفات جديده ان شاء الله وافكار جديده. شكرا على المشاهده والى اللقاء. ما تنساوش نتوما كذلك خليوا لي لايك وتعليق رائع من تعليقاتكم، وكذلك شاركوا الفيديو مع اصحابكم واحبابكم. شكرا والى اللقاء.